دلوقتي عايز اصمم الكور بتاعي. فابتدي اعمل ايه؟ عايز الكور هبتدي اخده الكور اهوت اخده كوبي وسبيس بوينت واخده في اي فايل تاني نيو امبريال واخده بيست وحطيته. لازم يكون مرسوم بولي لاين عشان لما اجي اصدره على السي اس اي كولوم واعمله بالسنتي. دلوقتي هو بالمتر، بودي السي اس اي كولوم بالسنتي، دلوقتي هو بالمتر، فاعمل فيه ايه؟ سكيل واضربه في كام؟ في 100 كده اتحول للسنتي. كده لو جيت قسته هلاقيه 240 ايه؟ سنتي، صح كده؟ وبعدين عايز اعمل فيه نفس الحركه، ان انا عايز السنترويد بتاعه انقله للصفر والصفر عشان يروح للسي اس اي كولوم السنترويد بتاعه، يبقى الاكس والواي اللي في السي اس اي كولوم هو السنترويد بتاع الكور بتاعي. فاعمل ايه؟ اعمل نفس الطريقه، ان انا هعمل ايه؟ طبعا انا لو انا في قلنا في كات جديد، اول ما اعمل موف واختار الحاجه بتاعتي هيظهر لي السنترويد بتاعه هنا، هيظهر لي هنا سناب، بس قلنا عشان ايه انا ما عنديش الاوتوكاد الجديد. فاعمل ايه؟ نفس الكلام، احوله ريجون الاول، احوله ريجون الاول وبعدين سيلكت الاوبجكت دهوت انتر اتحول لي ريجون، هاجي من الماس بروبرتيز اهوت اختاره انتر، هيطلع لي فين السنترويد بتاعه اللي هو عباره عن الاكس بتاعته بكام. ابتدي اكتبهم، الاكس 67.5385 والواي 145.327. خلاص كده اهوت، هعمل كنترول زد عشان اشيل الريجون، انا عايزه بولي لاين، انا عايز ادخله في السي اس اي كولوم بولي لاين. اعمل كنترول زد، كنترول زد كده اتحول لبولي لاين عادي اهوت، واسم اللاير اسمها كولوم. اعمل لاين وبدايه النقطه بتاعته فين؟ عند النقطه اللي احنا جبناها اللي هي 67.5385.5385.147 انتر، والنقطه الثانيه في اي حته. وبعدين اخدهم سي او كوبي او موف، اخدهم موف من النقطه دهيت اللي هي السنترويد واديها فين؟ 0 و0. وبعدين امسح ايه الخط دهوت وسايف دي ايه، سايفها دي اكس اف. سيف، واهم حاجه يكون مرسوم بنفس عدلته على الكتاب. انا اشوفه على الكتاب ازاي، اجيب بقى فايل الكتاب اللي ابتدي اصمم منه الكور بتاعي اللي هو ايه اللي هو الفايل اللي قبل ده اللي مش معرف فيه البي دلتا. فهفتح اوبن الفايل اللي قبل ده، كان اسمه ايه؟ كان اسمه بروجكت دريفت اللي هو ده، تمام. ادوس اوبن، واجيب اي بلان وليكن بلان ستوري 1، اوكي كلوز، هلاقي الكور بنفس العدله اللي انا رسمها عليه اللي هو لتحت بالظبط كده، فارسمه بنفس العدله بتاعته اهوت، اسيفه ايه؟ دي اكس اف، دي اكس اف 2000، بس سيفه فين؟ في الكورس بتاعي سكتشر، ارسم نيو فولدر واسميه كور، ادخل جوه الكور اعمل دي اكس اف نيو فولدر دي اكس اف، ادخل جوه واسمي ده كور وسيفت دي اكس اف 2000 سيف، بعدين اطفيه واقول له ايه؟ نو. ابتدي بقى ادخل على الكتاب عشان اطلع الاحمال بتاعتي، عايز اظهر الكور بس، فاقول له سيلكت سيلكت بالليبل، سيلكت سيلكت بالليبل بير ليبل، كان اسمه ايه؟ كان اسمه كور، سيلكت وكلوز، واقول له ايه؟ شو رايت كليك شو سيلكشن اونلي، ظهر لي الكور بس،
اظهره في 3 دي زي ما اتفقنا. وبعد كده اختار الكور كله كده في كل الادوار واقول له ديسبلاي شو تيبلز ايه نفس طريقه الكولوم، بس مش هجيب الكولوم فورس، هجيب الشير ريزلت او الور ريزلت ومنها من الور ريزلت بير فورس. اوكي بعدين اقول له شو ايه شو سيليكشن اونلي، اجي هنا اقول له شو سيليكشن اونلي. الاحمال اللي انا عايزها هي الاحمال اللي انا عايزها، اللي هي الاحمال الالتيميت اللي هي كان اسمها التيميت 1، كنترول التيميت 1، التيميت 2، 3، 4، 5، بس كده اقول له كوبي واقول له ايه اكسبورت ايه؟ تو اكسل. ايه؟ بس بتاع البير دلوقتي بتاع البير بتاع الكور نفس الشكل نفس الشكل. اشيل ايه؟ هشيل الفي والتي ديليت، اجيب المومنت جنب البين اهوت تاني، اجيبهم تاني اهوت اعمل لهم فلتر نفس الخطوات. مش هجيب الكام حاله، كام حاله هما 6 حالات. اجيب في البي سمولست ولارجست واجيب الكورسبوندنج بتاعها من ام 2 وام 3، كنترول كوبي كنترول بيست، وبعدين اجيب اللارجست والكورسبوندنج اهو كوبي بيست، وبعدين اجيب في ام 2 سمولست والكورسبوندنج كوبي بيست، وبعدين لارجست اخده كوبي بيست، بعدين اجيب سمولست كوبي بيست، بعدين اجيب لارجست كوبي بيست. كده جبنا كام حاله؟ 6 حالات بتوعي اللي هم دول. في السي اس اي انا خلاص هدخل 6 حالات، هو هيصمم 6 حالات تمام. دول 6 حالات الكريتيكال ايه بتوعي. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي ادخل برنامج السي اس اي كولوم، بس عشان ادخله هظبط بقى التاريخ بتاعي عشان اصلا بيتظبط بالعافيه يعني البرنامج ده. فعندي بيتظبط على 1/2014. اوكي اوكي كده افتحه سي اس اي كولوم. بيقول لي اليونت اند كود، اليونت اند كود مترك سنتي زي ما احنا متفقين احنا شغالين مترك سنتي، والكود القريب من مصري هو اي سي اي 99، اي سي اي 318.99. اوكي بعد كده الماتيريال، الماتيريال اسمه كور. الاف سي داش بتاعتي بكام؟ 8/10 × 300 عشان دي اف سي داش، يبقى ب 240. هقول له انا هدخلها لك كاستم، انا هدخلها لك بايديا ودي اكتبها 240. والاي المودلس اليونجست مودلس قلنا بتطلع المتر المربع انا بدخله في الايتاب كان 140,000، هنا بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع يبقى 14,000. 14,000 جذر 300، جذر 300 كيلو جرام على السنتيمتر المربع اللي هو الاف سي يو، هنا بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع 14,000 جذر 300. بتطلع المتر المربع في الايتاب كان كام؟ 140,000 جذر 300، هنا 14,000 جذر 300 طلعت لك 2/4 × 2/4 × 8/7 و علامة 11.3.1. بعد كده الجريد بتاعك في الحديد كام؟ كاستم دخله 360 هي 3600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، والاي بكام؟ 2 × 10^6 2 جنب استصفار 1 2 3 4 5 6. بعد كده الريبار هقول له يوزر واديت، انا محتاج كتر 16 محتاج كتر 18 موجودين عندي، لو في اي كتر انت محتاجه مش موجود عندك بتدوس وليكن دي مسطره، وبعدين مثلا كتر 12 لو محتاج موجود برده كل اكتر موجوده مثلا كتر 19 وتيجي هنا. ما فيش كتر 19 بس ده مثال، ما فيش حاجه اسمها كتر 19،
الديامتر. طبعا الديامتر زي ما انت شايف داخل بوحده ايه؟ السنتي 1.9. وتحسب لي الاريا برده بالسنتي وتدخلها لي هنا. تمام؟ ده الديامتر اه بالسنتي ودي الاريا. فين؟ مش مظبطه، احنا بس هنعوز 16 و 18 ده هنشتغل عليه. فهو مظبطهم يعني. تمام؟ وهتدخل مثلا الاريا مثلا ال 19 ده كام مثلا؟ باي على 4 في 1.9 سكوير هتطلع لك 2.8 فوق ال 18 2.8 اه يبقى 2.8. دوس اوكي كده خلاص سايب. لو اديت هتلاقي كتر ماله؟ كتر اسمه 19. ده لو عايز تحط اي قطر، انا قصدي بس تمثال حط الاقطار. انا دلوقتي الاقطار كلها عندي، انت لما تفتح البرنامج لاول مره مش هتلاقيها عندك، فعشان تحط اي قطر انت عايزه يعني. اوكي اوكي ادوس هنا كنسل. ايه يعني هذه القطر 50 25 اكتر حاجه بنحطها هنا عادي، قطر زياده محطوطه خلاص. بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعمل امبورت للدي اكس اف بتاعي. فاقول له فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف، اقول له سيلكت فايل. انا كنت حافظه فين؟ هنا في الكتشر في كور في دي اكس اف اهو، الكور اهو اوبن. بيقول لك اللير اللي انت عايز اسمها ايه؟ اسمها كولوم نيكست. ترسمها ايه؟ رسمها بولي لاين اهوت، وترسم في السنتريت بتاعه اهوت الاكس والواي اهيت. اوكي كده جابهولي. ابتدي ادخل جوه ايه؟ اعدله واحط الحديد اللي انا هفترضه وابتدي اشيك عليه. تمام؟ ابتدي ادخل جوه ادوس دبل كليك عليه. اول حاجه هتلاقي الخرسانه اتلعب فيها تاني ما اتظبطتش، اقول له كاستم تاني واكتب الاف كاستم تاني اهيت، واكتب الاف سي داش. الاف سي داش بتاعتي بكام؟ 42 والاي قلنا 2 4 2 4 8 7.11 3 1. بتظبط دهيت بي سا بارابولا، بي سي اي بارابولا اللي هي البارابولا بتاعت الستيت سترين كيرف اللي خدناها في اول حاجه في الخرسانه في الاناليسيز. و بتظبط دهيت ودي بتظبط الايه البارابولا بتاعت الخرسانه. بعد كده تدخل تظبط الحديد. غالبا بنبتدي الاكوار ب 8 16 في المتر، وبنركز عند الاركان وعند نهايه الاكوار. ليه التركيز ده؟ هو انت لو عندك كور وبترسم لها ستريس، الستريس يبقى شكله عامل ازاي؟ اعلى لو عندنا وول مثلا بالشكل ده، ما الكور ده عباره عن كذا وول جنب بعضها، لو عندنا وول بالشكل ده الستريس بتاعها هيبقى عامل ازاي كده؟ صح ولا ايه؟ اقصى قيمه عند الاطراف. فعشان الماكسيم ستريس يبقى عند الاركان او عند الاطراف بركز حديد او بكبر الحديد عند المنطقه دي، بركز حديد اكتر. فبنشوف هندخل الحديد هنا ازاي. عايز بقول لك احنا هنشيك ب 8 16 8 16 في المتر، يعني نحط حديد راسي كور دهات كانه عمود في حديد راسي وفي كانات. هنشوفها دلوقتي وهنشوف دلوقتي هتبقى رسمته عامله ازاي. فافترض الحديد الراسي فيه 8 16 في المتر، يبقى كده السبيسنج بتوين الاسياخ عباره عن كام؟ 100 على راجل 8 في المتر يبقى 100 على 8. هو 100 على 8 100 على 8. فهجيب من هنا اهوت المينيمم ريبار سبيسنج اللي ظهرت لك على الشاشه دهيت، اختارها 100 على 8 ب 12.5 سنتي عشان وحدتي هنا بالسنتي. اوكي. وبعدين هنا لو عايز تظبط الكفر ده بيقول لك الكفر تو سنتر اوف ريبار، هو عباره عن الرقم ده 3 سنتي وشويه عشان هنا للسنتر للريبار. لا احنا دلوقتي هنظبط على انت 8 في المتر يبقى متر على 8. هظبط متر على 8 هطلع لك 12.5 كانت حاطط 8 في المتر. زي بالظبط في ثواني. فزي ما اتفقنا انا عندي 8 تسياخ في المتر يبقوا عشان اجيب السبيسنج بينهم 100 على 8 عشان انا شغال بالسنتي، عشان السيخ البادي هو اللي يعمل لي المسافه الثامنه دهيت. الكفر بيقول لك الكفر للسنتر تو ريبار اللي هي كان اسمها ديداج للسنتر. فانت كده كده عندك كفر صافي حوالي 25 مللي او 2.5 سنتي او 3 سنتي وشويه لغايه ما تدخل السنترويد، فسيب المسافه دي ديفولت زي ما هي. تمام؟ بعد كده بتخش ايه؟ بتخش ترسم الحديد او تجيب الحديد من هنا اهوت من حته اسمها الريبار كالكوليتور
تكتب اي رقم كبير ولكن 300، انت عايز كتر 16، دي 16، تدوس على يساوي دي، تقول له انا عايزه اراوند بريمتر. اوكي كده وزعهم لك جوه 8 في المتر، ورسم لك الزياده بره، امسح اللي بره ده، اختار اللي بره ده واقول له ايه ديليت من الكيبورد. دلوقتي ورسم لي جوه 8 16 في المتر، بس انا قلت انا عايز اركز عند الاركان، عايز اركز حاجه عند الاركان، فاختار الاركان دهيت بزوم واختار ان اهوت، هو ساخن لي رسم لي سخين كام؟ فاي كام؟ 16. اختارهم، اختارهم الاثنين من شيفت ده والشيفت ده واخليه 18، كنت 18، اعلي القطر 18 وارسم كمان سخين اخليهم 4 18، سيخ وسيخ كده مرسومين 18. ادوس على علامه الايه؟ السهم دي، اختارهم عشان اظبطهم، ادوس هوريزونتال دهوت الاين هوريزونتال، وادوس انه يعدل لي المسافه الهوريزونتال واوزعهم بالتساوي، اتظبطهم وادوس بره. تمام؟ الناحيه الثانيه عايزها زيه، ازوم عليها، ادي واحد شيفت واختار الثاني اخليهم كام؟ 18. بعدين ارسم من دهوت، ارسم كتر جديد 18 18، ادوس هنا واختارهم واقول له الاين هوريزونتال ديستريبيوت هوريزونتال، وادوس هنا عشان الغي سلكشن. اعمل كده، عايز اركز عند الاركان دهيت، الاركان ده هتبقى فيها ايه؟ 7، 4 كده و4 كده، وشيل السيخ اللي هيتكرر هنا، يبقى فيها 7 18. فزوم عليها، اخلي ده يجي هنا اهوت، يبقى قدام الاول دي ده، وده يجي هنا اهوت، وادي 1 شيفت 2 شيفت 3، يبقوا كام؟ 18. وارسم سيخ هنا وهنا بأربعة، وهنا وهنا بأربعة، ادوس صح، اختار الأربعة دول واقول له ايه؟ هوريزونتال، اختار الأربعة دول واقول له ايه؟ فيرتيكال. كده اتظبط اهم. الركن الأخير اللي هو ده برضه 7. البرنامج دوت يعني الظبط فيه أصلا صعب، فهو لا ترسمه بالطريقة دي. اختار دهيت كده اهو، اجيبه من اهو، واختار دي كده اهوت، ده شيفت ده شيفت ده كام؟ 18. وارسم 18 18 18 18 اهوت، اختار الاربعة دول واقول له ايه؟ اللاين ديستريبيوتد، اختار الاربعة دول واقول له ايه؟ بس فيرتيكال بقى، اللاين فيرتيكال وديستريبيوت فيرتيكال كده ايه؟ ظبطهم لي. عايز تبين الاقطار بتاعتك عشان تتاكد، دوس على دي شو ريبار سايز، هتلاقي كاتب لك كل الريبار اهيت، الاقطار دي 18 ودول 16 وهكذا. تمام كده احنا حطينا الحديد بتاعنا، ظبطنا الماتيريال. اوكي ناقص احط ايه؟ اللود. تعال نشوف بقى نجيب اللود ازاي. اللود اهوت موجود اهو، قلنا السالب اللي على الاتاب ده عباره عن ايه؟ كومبريشن. السالب اللي على الاتاب كومبريشن، يحط يدخل برده على السي اس اي كولوم بايه؟ بالموجب، يبقى البي التيميت هتدخل بالموجب دائما. ليه؟ لانها سالب على الاتاب، يبقى السالب على الاتاب بيوحي انه ايه؟ كومبريشن. كومبريشن، فالكومبريشن هيدخل على السي اس اي كولوم ازاي؟ موجب. فاختارهم عشان بقى عشان اخدهم بقى على طول هناك، اختارهم واقول له كوبي، اختارهم كنترول سي واجيبهم تحت هنا اهوت، واقول له كنترول ايه؟ في. جم هم اجيب في داله جنبها يساوي سالب واحد في الرقم ده اهوت، انتر، واشدها لتحت كده تحولوا كلهم ايه؟ موجب، صح كده اهوت؟ اختارهم كوبي وادخل على السي اس اي اهوت، اقول له هنا اساين كولوم لود، هلاقي حاجه مكتوبه هنا، ادوس ايه؟ كنترول في كتبهم. خلصنا منين؟ من البي الت. واكتب هنا سي 2 اللي هي كومباينيشن 2 كومباينيشن 3 4 5 6. نيجي بقى لايه؟ لام التيميت اكس وام التيميت واي، عشان الموضوع ده مهم جدا. شوف الاكس والله هنا مرسومين ازاي؟ الاكس مرسومه كده والله مرسومه كده، صح كده اهوت؟ المهم اقف الاشاره بقى دي. هنا الموضوع بيخش ازاي؟ بيخش عن طريق اكس وواي مرسومين ازاي على البرنامج، والاتاب المحاول مرسومه ازاي في الاتاب.
نكفي ده بص اسكيب وبلان يظهر لي ستوري 1 سيلكت كلي سيلكشن واقول له من علامه السي ديسبلاي اوبشن دهيت اذر اساينمنت تظهر لي لوكال اكسس بتاعت الايه بتاعت البير. اوكي نزوم عليهم كده اهوت. المحور الازرق هو محور 3، المحور الازرق هو محور 3، والمحور الاخضر هو محور 2. دلوقتي محور 2 مرسوم لفوق زي واي، مرسوم لفوق كده تبقى ام واي هي ام 2 وبنفس الاشاره. اخلص منها ادي الاكسل فين ام 2 اهي بنفس الاشاره السالب سالب والموجب موجب. اخده كوبي في ام 2 وادخله فين؟ في ام ايه؟ ام واي. ام واي قلنا هي هي ام ايه؟ ام 2 اهي في الكتابه اهوت. الاخضر الاخضر هو محور 2 فهو ام واي، فخدت ام 2 ودخلتها هنا في ام واي كنترول في بنفس الاشاره السالب سالب والموجب موجب. تمام؟ تعالى في اكس. ام اكس الاكس مرسومه كده اهو مرسومه في الاتجاه ده. هنا في الكتاب الازرق هو ام 3 مرسوم الناحيه الثانيه فيدخل بعكس اشارته. يبقى الازرق هو ام 3 يدخل بعكس اشارته في الاكس. اجيب ام 3 اخده كوبي احطه هنا بيست واضربه في كام؟ بيساوي سالب 1 في الرقم ده واشده شد معايا اختارهم احطه كام؟ كوبي واحطه في ايه؟ في ام اكس بيست. دي الطب اخليه كله صفر. فاهم بندخل اللود ازاي؟ مهمة جدا الحتة دي. فاهم الحتة دي بندخلها ازاي؟ بس كده دخلت اللود اوكي. عايز ارن بدوس على دهيت اللي هي الكولوم كباست ريشيو ادوس عليها كده بيرن لي وبيقول لي الحالات بتاعتي. بيقول لك ان كله اوكي. ليه؟ لان الكباست ريشيو 0.28 0.04 0.66 0.66 0.67 0.7 على كباست ريشيو 0.7. تمام؟ يبقى كده سيف. ما دام اقل من الواحد يبقى سيف. تمام كده؟ في اي مشاكل؟ عايز تقلل الحديد قلل كده لانه سيف قوي يعني. تمام؟ دي طريقه الديزاين. كده اتاكدت على كباست ريشيو خلاص. عايز تظهر ايه؟ انت حسابيه وانتراكشن دايجرام صح كده؟ اللي جنب الكباست ريشيو اهيت دي عشان 7 من 10 اقل من 1 مش سيب اول حاجه قريب يعني. بس ما تقلوش عن المينيموم اللي هنعرفه دلوقتي. هناخد دلوقتي ورقتين عن الشير وول هنعرف دلوقتي ايه المينيموم وبنتكلم ازاي. هاجي من دي شو انتراكشن دايجرام هدوس عليها اوكي. هقول له ايه؟ هقول له الحاجه اللي انا عايزها. هندخل كله في البوتوم. فتقول له ال سي دي 1 بوتوم دي اول حاله. عايز ازودها ادخلها في النقطه الحسابيه ادوس زائد دهي مش تدخل في النقطه الحسابيه. ال سي 2 بوتوم اهي وادوس زائد. ال سي 3 بوتوم ادوس زائد. ال سي 4 بوتوم الست حالات بتوعي ادوس زائد. 5 بوتوم 6 بوتوم كده مفيش حالات تاني. كده ضفت كل الحالات قوله دن. دي الانتراكشن دايجرام دن. عايز بعمل نوتة حسابية هقول له فايل بروجكت انفورميشن ادخل معلومات عن الايه عن البروجكت. اقول له البروجكت ده اسمه ايه؟ البروجكت نمبر ايه؟ الاورجنايزيشن الشركة اسمها ايه؟ المهندس اللي عامل ده ايه؟ ريماركس لو في اي ملاحظات اوكي. بعدين اقول له فايل اعمل لي ريبورت كريتيشن ويزارد بيطلع لك معلومات كتير قوي انت بتحتاج منه ايه؟ بتحتاج مثلا دي سيلكت اول وانت اختار بتحتاج مثلا رقم 2 اللي هو بروجكت انفورميشن اسم الشركه بتاعتك وكده يعني. بتحتاج نمبر 5 اللي هو السكشن دايجرام. بتحتاج 11 اللي هو الكولوم لود. بتحتاج 13 اللي هو الفاينل ديزاين لود عشان يطلع لك الكباستي. بتحتاج 14 اللي هي الكباستي ريزلت. في حاجه هنا الدياجرامات او دخل مخربت الدياجرام اه السكشن دياجرام عشان يطلع لك الانتراكشن دياجرام.
تحتاج الحبه دول تقول له جنريت ريبورت يس وريهولي. طبعا لك الريبورت طبعا مش مدخل معلومات، لو مدخل معلومات عن المشروع هيحط لك هنا شكل القطاع اهوت، وبعدين بيطلع لك الكباستي بتاعتها اهيت. لو زومت هتلاقيها اهيت، لو زومنا كباستي، بس طبعا عايز الكباستي ايه بوتوم، كباستي بوتوم عشان ادخل الاحمال بتاعتي في البوتوم. الطب مش هتلاقي حاجه، هتلاقي بس البي التيميت، لكن البوتوم هي هتلاقيها عاليه، فانت عايز البوتوم. هتلاقي بقى الانتراكشن دايجرام بتاعتك، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، ادي اخر واحد تمام. طبع لك النوتة تعمل ايه، هتقول برنت، قول له بي دي اف، عايز اطبعها بي دي اف، عايز اطبعها اي 4، اي 4 ماشي اوكي. برضه في الايزا بيظهر لك حاجه زي كده، يا بس كان عيب عندي في الكمبيوتر يعني، بيظهر لك كده على طول انت شايفها فين. قول له على الديسك توب الكمبيوتر على الكورس بتاعنا سي اس اي دبلوما فليكتشر فكور، قول له سيفها هنا سيف، بيطلع لك حاجه بالشكل ده، بي دي اف بالشكل ده عشان تتكون منه النوته بتاعتك اهي. بيطلع في الايزا حاجه بالظبط شبه دي بس مش كبيره زي دي، لا بس في الايزا الصفحه اللي احنا كنا شايفينها انتراكشن دايجرام مع الحديد كام وكده اهو بالظبط صح. هنا بيطلع لك كل حاجه تمام كده اهوت. في اي مشكله؟ بعد كده بقى لو عايز اعمل وول دلوقتي، بس ايه عايزين خلاص بعد ما خلصنا دهوت. لا دلوقتي انا صممت الستة مع بعضهم. اه امال ايه؟ وانت كمان عايز اكتر من كده؟ لا ما ينفعش بقى. التاب اللي بيلم لك كل اللي عندهم مع بعضها. بعد كده ايه؟ بعد كده جايبين شويه معلومات عن الشير وول، بيقول لك ان الشير وول هي عباره عن ايه؟ قال لك التي لو كانت اقل من او تساوي 5 بي تبقى اسمها ايه؟ كولوم. لو زادت عن 5 بي بقى اسمه شير وول، زي الايه؟ زي الكور والشير وول اللي عندي. بعد كده بيقول لك المينيمم شير وول سيكنس، المفروض البي مينيمم تبقى الماكسيمم من 200 مللي او 1 من 10 اتش الاتش فلور او 4 من 100 تي الطول الثاني الطول الكبير. بعد كده بيقول لك ادنى نسبه للتسليح الراسي الكلي الموزع 25 من 100، ده الميو 25% عشان اجيب بقى في المتر اضربها ب بي في تي. لو عايز اوزعها في المتر اضربها البي ب 1000 والتي بكام؟ 300، تطلع لك 750 ملم مربع. انا حاطط كام في المتر؟ طب ما هي 16 في المتر، هتلاقي اعلى من 750، فانا كده اعلى من الميو مينيموم. اخر حاجه بيقول لك ايه؟ دي معلومه موجوده في الكود كده، في الكود كده صريحه بتقول لك اذا كانت مساحه صلب التسليح الراسي الموزع اكبر من 1% من مساحه القطاع، لو الميو بتاعتك اكبر من 1% يضاف للتسليح الافقي، وهنشوف التسليح الافقي ده دلوقتي، كانت حبايه مغلقه لا يقل قطرها عن 8 مللي او ربع الفاي فيرتيكال ايهما اكبر لربط التسليح الراسي والافقي معا على جانبي الحائط مخترقا سبق الحائط بواقع 4 نقاط على الاقل في المتر المسطح. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الكتير ده؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو عندك الميو اكبر من 1% انت حاطط كام في المتر؟ 8 16 في المتر. بتحطه ازاي؟ بتحطه بالشكل ده. تعال نشوف كده اللوحه بتاعتنا. رسمه الكور بتبقى بالشكل ده، بتكتب له والله الحديد الفيرتيكال ده 8 16 في المتر، وانا مركز هنا كام؟ مركز هنا كام؟ وهنا وهنا وحاطط برندات. البرندات دي زي الكنات اللي هي السياخ ده، هي حطيتها 16 في المتر، اتحط 16 في المتر اهي. انا لسه ما جيتش لدول، لسه اكن ما شوف اكنك مش شايف دول، كانت الحبايه دي كان مش شايفها، هي سيخ اهوت من الاول للاخر رابط الايه السيخ ده اهي 16 في المتر. زي الكنك مش كان بتحطها 6-8 في المتر في العمود، انا بحطها 10 تمام. الكنك الحبايه دي امتى بحطها بقى؟ ممكن ما احطهاش حسب الشرط ده. ما انت فهمت كده 8 16 دول طالعين من الديزاين صح ولا ايه؟ وال 7 18 دول من الديزاين
والست عشر دول براندات بحطها زي الكائنات اللي في العمود ستة تمانية حطيتها ستة عشر. ايه بقى كائنات الحباية دي؟ هو الشرط ده اللي بيقول لك لو الميو بتاعتك زادت عن 1% دلوقتي انا حاطط كام في المتر؟ 8 16. 8 16 دول في وجه واحد، يعني 8 16 هنا و 8 16 في وجه 8 16 في الوجه ده و 8 16 في الوجه الثاني. هو عايز الكلي يعني نضرب في 2، فاحسب 8 16 في 2 الوجهين واقسم على كام؟ المتر 1000 في السمك 300 تعلي 1.07% اكبر من 1%. يعني المفروض احط ايه؟ كانت حبايه. بتتحط ازاي؟ بقول لك ده شرطها انها تكون مخترقه، انها تكون مخترقه سمك الحائط بواقع 4 نقاط للكنة الحبايه في المتر المربع. يعني لو ده اتش ارتفاع الحيط وده تي طول الحيط وده البي سمك الحيط، لو جيت شفت في الاتجاه في الاليفيجن دهوت تلاقي 4 نقط للكنة الحبايه. ليه الكنة الحبايه دهيت لما تيجي تشوفها في الاليفيجن هتبان نقطه، هي خط. لما تيجي تشوفها في الاليفيجن تبان ايه؟ تبان نقطه. بيقول لك بقى النقط دهيت تشوفها في المتر المربع 4 نقط، هو مش محددها. فعشان كده انت بتوضحها له في البلان انها 3.8 في المتر، لان هو بيقول لك الفاي بتاعتها تبقى 8 وتبقى لا اما ما تكتبلوش عدد وتكتب له نفس الشرط ده هو انها تكون 4 نقاط في المتر المسطح، لان هو الكود حاططها كده انت برضه حطها له كده. هو يفهمها في الموقع بقى. ليه ما تقول له 3.8 في المتر؟ لان 3.8 في المتر دي معناها ايه؟ انه يكررها راسي في المتر 3 في المتر. يعني كده هتظهر لك اكتر من 4 نقط في الايه؟ في المتر المسطح. انت معايا ولا ايه؟ مش متخيلينها؟ دلوقتي الكائن الحبايه دي لما اشوفها في الاليفيجن اشوفها ايه؟ مقتنع انها نقطة ولا ايه؟ نقطة. ما لما اجي اشوف دي في الاليفيجن اشوفها نقطة. هو بيقول لك النقطة دهيت تبقى في الاليفيجن في المتر المسطح متكررة 4 مرات. 4 نقط في المتر المسطح. يعني انت لو خدت متر في متر في الاليفيجن تبان لك 4 كائنات حباية. تمام؟ دي توقعها له ازاي في البلان؟ ملهاش توقيع في البلان، يا اما زي ما قلت لك رايح نفسك واكتب له فوق دي فاي 8 بواقع 4 نقاط في المتر المسطح، يا اما التعبير ده كويس 3.8 في المتر. لا 2 دي قليله قوي، خليها 3 لانه لما يقللها في الموقع وينفذ وحش هيخليها 2، فانت خليها انت 3. انت لو خليتها 2 هيخليها 1. تمام؟ فانت اكتبها له 3. لا مش هيحس. لا في 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 مسافات كتيره يصب منها. تمام؟ بتوزعها بالشكل دوت انك ترسمها سيخ اه وسيخ لا، بالشكل 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 ده تكتب فوقها 3.8 في المتر او بواقع 4 نقاط للمتر المسطح. اهم حاجه احنا فهمناها وقصده بيها ايه؟ فهمنا حته بواقع 4 نقاط للمتر المسطح دي ان انا لما اشوفها في الاليفيجن واخد متر في متر الاقيها كام؟ اللي هي دي الاقيها 4 نقط. يا اما تعبر عنها بالطريقه دي او بالطريقه دي. يا اما 3.8 في المتر او بواقع 4 نقاط في المتر المسطح. دي كده ايه؟ رسمه الشير وول بالشكل اللي شايفينه دهوت. 8 16 في المتر 6 10 براندات 7 18 وهنا مركز 4 18 وكانت الحبايه 3 8 في المتر وكذلك الوجه ده والوجه ده. تمام؟ طيب لو ارسم بقى الشير وول لو ارسم شير وول دلوقتي هقول شو الاوبجكت ولكن هجيب الايه؟ الشير وول اسمها دبليو 1 دهيت. واللي يرسي على دبليو 1 يرسي على كله، صح ولا ايه؟ يبقى نقول له سيلكت سيلكت بالليبل بير ليبل دبليو 1 سيلكت كلوز شو ايه؟ سيلكشن اون. جاب لي دهيت اجيبها في ال 3 دي. بس الاول بس سيف دهوت. سيف. هنا في المشروع. تختارها كلها ساعة كده ولا ايه؟ كمل ديسبلاي شو تيبلز وانا عايز بير فورس صح كده اهوت واقول له اوكي هيظهر لي في البير ليبل ده بواحد اقول له ايه شو ايه؟ شو سيلكشن اونلي واختار الاحمال اللي انا ايه؟ عايزها دي عباره عن ايه؟ التميت واحد واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه
كده اخترت كل حاجه كوبي واقول له ايه اكسبورت تو اكسل. نفس الطريقه اشيل ايه اشيل دول بالامات واعمل له فلتر اختار الحالات بتاعتي سمولست كوبي بيست لارجست كوبي بيست دي كده دول كده ايه ست حالات بتوعي. اروح بقى على السي اس اي سيف ده برضو في المشروع بتاعي مثلا الفايل كور واطفيه وايده تاني. اسهل انك تعملها تاني يعني هتروح متلخبطه وكده يعني بس ما سهل يعني ما تقلقش. اجيب السي اس اي لما تعمل مسألة جديدة افتحه تاني. ليه؟ ليه؟ عشان لما يعمل لك انتراكشن دايجرام لو كنت فاتح نفس الرسمة بس مسحت الرسمة القديمة ورسمت الجديدة بيعمل لك انتراكشن دايجرام بتاع دي على دي. عشان لما تعمل نقطة يبقى النقط منفصلة. فبيطلعها دي على دي. دي وحشة فيه عشان كده لازم تطفيه وتقيده تاني. نوت انت جود زي ما اتفقنا سنتي وايه؟ 99 ما تقدر تظبطها هنا كاستم ادخلها له كام؟ 3600 ودي 2 في 10 اس 6 6 دي خلاص يوزر واديت كده كده ومدخل اللي انا عايزه اسمه شير وول والخرسانه كاستم 240 240 وهنا كانت 2 4 2 4 8 7 بوينت 11 3 1 اوكي اطفيه خلاص. قال له من هنا مش لازم بقى هنا طبعا الشير وول شكل معروف فمش لازم اروح على الكاد واستورده. لا هقول له ايه هقول له اد بيزك كونكريت شيب انا عايزه ايه ريكتانجولر بالشكل ده واخش جوه اظبط ابعاده ارسمه زي مين زي الاتاب. الاتاب الشكل فيه عامل ازاي سيلكت كلير سيلكشن وهات لي اي بلان وليكن بلان ستوري 1 عامل ازاي هوريزونتال كده فارسمه هوريزونتال 30 في 2 متر 80 فراح اقول له على السي اس اي والله الدي ال اتش انا عايزها 30 صح كده والبي 82 ايه سنتي بس كده بيغيرها منين بالشكل ده هو. بقى شكلها نفس الايه نفس الكتاب زي ما السما زي الكتاب زي ما اتفقنا. بعد كده هنا برده بيغير لي الخرسانه كاستم هنا كام 42 هنا ادوس بس عند الصح عشان تبان عشان تترسم يعني عند الصح ده 42 وهنا 24 24 8 7 بوينت 11 3 1 وهنا قلنا بي سي اي بارابولا تمام. نعمل نفس اللي احنا كنا عاملينه ان انا اول حاجه بظبط السبيسنج كام 12 ونص عشان برضه احط 8 16 اوكي الكفر كده كده نسيبه زي ما هو نظبط الكالكوليتور نحط اي رقم وليكن 200 دي 16 يساوي الراوند بريمتر اوكي كده حطهم لي اختار دول واقول له ايه ديليت
هتيجي 8 16 فعاوز اركز ايه عند الاركان ازوم هنا لا ما اسلكش اشيلهم ازوم هنا اهو سيليكشن اختار دول اختار الثلاثه دول واخليهم كام 18 وارسم كمان سيخ هنا اهوت 18 واختارهم واعمل ايه فيرتيكال فيرتيكال اختار الناحيه الثانيه اهو اختار دول يبقوا كام 18 زود كمان سيخ 18 اهو بعدين فيرتيكال فيرتيكال اعمل كده كده اتظبطوا عايز ابين الاقطار ادوس على 10 دهيت وازوم هنا الاقي 18 و16 تمام كده كده ارسمهم لي اوكي ازوم اوت شويه من اهوت هلاقي الاكس واي مرسومين ازاي نفس الرسمه اكس واي بنفس العدله بتاعتهم نفس الحاجه اللي عملتها هناك اعمل ايه اروح والله هناك اروح الكتاب هلاقي الاكسات بتاعتي عامله ازاي قلنا الازرق ده اللي هو لوكال اكسس كام الازرق لوكال اكسس 3 الازرق لوكال اكسس 3 فالازرق لوكال اكسس 3 مع واي ماشي مع واي ماشي مع واي لوكال اكسس 3 اللي هو الازرق ماشي مع واي فاروح هنا اجيب ايه اجيب 3 ام 3 اهو اوديها فين في ام واي بنفس الاشاره انهم ماشيين مع بعض السالب سالب والموجب موجب صح كده يبقى كنترول كوبي واوديها هناك في واي فين في السي اس اي في اساين لود اوديها في ام واي بوتوم اقول له ايه دي البي التيميت قلنا البي التيميت ماله السالب على الاتاب معناه ايه كومبريشن روح على السي اس اي ايه موجب اخده كوبي احطه هنا بيست خلينا نقول يساوي سالب واحد في الرقم ده لا الرقم ده انتر هنعمل كده واختاره كوبي احطه فين هنا في البي التيميت بيست فاضل لي الاخضر اللي هو 2 الاخضر 2 شبه اكس اللي هناك في نفس اتجاهها كمان صح ولا ايه؟ يبقى بنفس الاشاره الموجب موجب والسالب سالب مرسوم زي اكس وواي الاخضر 2 فيروح اكس الاخضر ام 2 ام 2 اهوت اخده كوبي يروح هناك ايه؟ ام اكس بيست تمام كده؟ دي سي 2 سي 3 كومباينيشن 3 كومباينيشن 4 كومباينيشن 5 كومباينيشن ايه 6 وخلي التوب كله كام 4 اقول له ايه اوكي وابتدي ايه احل هلاقي كباسيتي ريشيو بتاعتي وصلت لكام ده بقى بالظبط كام من اهوت 0.95 فواصلة معايا بالظبط كله اوكي اكبر الكباسيتي ريشيو 0.95 اللي هي كومباينيشن كام؟ اللي هي كومباينيشن 6 نعم اقل من 1 اقل من 1 تبقى تمام اه هي كلهم تمام كده يبقى انا عندي كده الرسمه دي على الاوتوكاد نفس الكلام بقى اطلع الانتراكشن دايجرام واطلع الايه؟ النقطه الحسابيه تمام؟ طلع انتراكشن دايجرام هزود الست انتراكشن دايجرام اقول اد بالزائد واعمل ايه؟ نقطه حسابيه اروح الاوتوكاد الاقي ايه؟ 8 16 في المتر بالظبط انا رسمت لك بتاعت وول الوول اللي انا حليتها انت عندك في وولز تاني كتير تخلصها ترسمها 8 16 4 18 عند الاركان و 6 10 براندات ولو حسبت النيو هتطلع اكبر من 1% فعشان كده حطيت كانت ايه؟ حبايه بواقع 4 نقاط في المتر الايه؟ المسطح ده كده بالنسبه لموضوع ايه؟ الكور والشير وول على لا ما بتظبطش على الكتاب الشير وول الشير وول ما بتظبطش غير كده على السي اس اي احنا كله ماشي بنعمل كده لو عايز بقى حته انك ايه تصمم عمود على السي اس اي كولوم انت قلت لي ايه قلت لي تصميم العمود على السي اس اي كولوم هيبقى اسهل ليه عشان هدخل الحاجات كلها مع بعضها هتعمل ايه هترسم العمود
على السي اس اي كولوم عادي زي ما عملنا الشرول اد بيزك ايه اد بيزك اللي زي ما عملناه يعني تمسح دهوت واد بيزك ايه شيب كونكريت شيب وتختار ريكتانجولر وتعمل ابعاده وتدخل الحديد اللي انت برضو ايه هتشكل انك كده بتشيك برضو طريقه هنا انك بتعمل ايه بتفرد حديد ومنشيك عليه فهتفرد الحديد اللي انت عايزه وتبتدي ايه تشيك عليه فهتعمل نفس الخطوه بتاعت ايه الحديد والحاجات اللي احنا عملناها المهم في ادخال الاحمال في ادخال الاحمال البي والام 2 وام 3 بيدخلوا على طول موجب عشان ده عمود بالظبط يبقى كل حاجه بالموجب في العمدان في العمدان كل حاجه بالموجب حتى السد دخله موجب كله موجب في العمدان احنا قلنا كده كده البي التيميت سالب في الاتاب معناها ايه كومبريشن تدخل ازاي على البرنامج موجب هي المشكله كانت في ايه في المومنت ام 2 وام 3 اللي كنا بندخله موجب او سالب لا في العمدان دخله كمان موجب يبقى كل حاجه في العمدان بتدخل موجب ايه بقى هيبقى الفرق ان انا هدخل انهي ام 2 ام اكس ولا ام واي انت كده وانت راسم في العمدان فاكر انا في العمدان كنت بقول الويدث هو ايه الصغير يعني ام 3 هو المحور القوي مش لسه شايفين الحته دي مش لسه انا شايف الاتاب ان ام حوالين 3 هو المحور القوي لسه عارضها دلوقتي تاني نجيبها تاني ديفاين سيكشن فريم هتلاقي اي عمود موديفاي شوف ام 3 هو المحور القوي فام 3 القوي ده هو حسب بقى ما انت راسم ايه ما انت راسم على السي اس اي كولوم والله انت لو رسمه بالشكل ده هوت لو رسم العمود هوريزونتال بالشكل ده هوت يبقى كده في المحور القوي الواي موازي في عمودي تكعيب يبقى الواي هو القوي يبقى لو رسمه هوريزونتال كده يبقى ام واي هو ام 3 لا ما انت في العمود الضرب بيتغير يعني 30 في 20 هتلاقي منه هوريزونتال وهتلاقي منه فيرتيكال العمود النموذج الواحد ضربه بيتغير مش هنا عندي 30 في متر 20 كان في منه هوريزونتال وفي منه فيرتيكال بالظبط انت عندك امدان كتير فخلاص بقى انت ارسم براحتك بس اهم حاجه شوف انت راسم ازاي والله انت خلاص بصمم النموذج ده هو انا عارف ان على طول انا ثبتت نفسي في الاتاب ان على طول ام 3 هو القوي ريحت دماغي فهنا حسب ما انا راسم والله انا رسمه هوريزونتال فيبقى ام واي هو ام 3 والله رسمته فيرتيكال لو رسمته فيرتيكال يبقى ام اكس هو ام 3 لو رسمته فيرتيكال ميكس هو ام 3 بعمل 19 عمود نفس الكلام لا للنموذج بعمل ايه النموذج عندنا خمس نماذج فبتختار النموذج وبتطلع له احمال زي ما عملت في الايزا كده لو مش فاكر راجع فيديو الايزا هتلاقي انا عملت ايه بطلع الاحمال بالنموذج يعني النموذج 30 في متر 20 في منه 6 عمدان فهمنا العمدان الساعه السي اس اي اعمل عمود ولا خلاص بسيطه هي تمام كده اهوت ماشي كمل تسجيل طلعت نقطه حسابيه من السي اس اي ومن الايزا ماشي اطلع نقطه حسابيه مثلا من الايتابس الايتابس بتعمل ايه مثلا لو هنزل ال 3 دي شو الاوبجكت لو عايز تطبع اي حاجه على الايتابس وليكن مثلا عايز تطبع شكل العمدان عايز تطبع ال 3 دي كل الحاجات دي بتضيفها في النقطه الحسابيه النقطه الحسابيه دي بتبقى عباره عن كتاب كده بتعمله او مجلد او اي حاجه بتعملها بتعمل ايه ال 3 دي مثلا كده ايه طبعا في مشاريع لازم يطلع في مشروع تخرج هيطلع وحتى بره في الشغل لازم يطلع نقطه حسابيه انت بتشوف الحسابات بتاعتك عاملها ازاي بالظبط عشان اللي بيراجع ورا تختار اكسترود مثلا عشان يبقى شكله حلو في ال 3 دي بعمل له اكسترود عايز اطبع 3 دي اهوت فايل برنت جرافيك ظهر لي اهو تمام عايز اطبعه بي دي اف اهو عايز اشيل الكلام ده تبقى شيله اختاره وشيله شيله من هنا لو عايز تشيله خلاص على كده عايز اطبعه برنت علق يبقى احنا هنختار الحاجه ونختار دهيت اللي هي برنتر سيت اب دهيت اللي هي الثانيه
هتختار ايه؟ انا عايز اطبعها بي دي اف بس هي صفحه واحده، هتقول له اوكي، يقول لك عايز تحفظها فين؟ بس هيظهرلك يعني انت عايز تحفظها فين، فايه تعمل لها ايه؟ تعمل لها سيف عشان معلق عندي هنا حته الطباعه دي. اخر حاجه بقى انا عايز اطلع ريبورت، ريبورت البرنامج هو اللي يطلعه لي منين؟ من ريبورت، بروجكت ريبورت، كل حاجه انت مدخلها، كل حاجه انت رسمتها. هنشوف دلوقتي بيطلع 100 و100 حاجه صفحه. طب ما تاخدوش كله بقى، ما تاخدوش كله، تاخد منه انت عايزه. والله عايز احمال الزلازل، خدها منه. انت مدخلها ازاي؟ بيظهر لك احمال الزلازل مدخلها ازاي، بيظهر لك الريسبونس، بيظهر لك اليورو كود هو حسبه ازاي، حسب احماله ازاي، بيظهر لك اللود باترن بتاعتك. هنشوف كل حاجه. بص يظهر لك ايه؟ كل حاجه بشابتر كمان اهوت، بروجكت ريبورت، كل حاجه بقى، الستوري داتا، معامل كتاب، اطلع اطلع كل حاجه، ستوري داتا، الماس سورس، السنتر اوف ماس وسنتر اوف ريجيديتي. لو نزلنا تحت مثلا في طلع لك الماتيريال بروبرتيز اللي انت مدخلها، كل قطاع من الماتيريال بتاعته، طلع لك اللود، فين اللود؟ الاريا لود اللي على كل حاجه، هي هنا مثلا اللود انت مدخله بربع اللي هو اللايف، كل حاجه، والزلازل برضو بيدخلها. لود كومباينيشن، لود كومباينيشن بتاعت كل حاله، بس عايز اطلع احمال اهي، احمال الزلازل اهيت، سيزميك لود، المثلث المقلوب اهوت اللي احنا دخلناه، اليورو كود حسبه ازاي، عايز تطبعه برينتر ريبورت، انت ممكن تطبعه وورد، بعد ما تطبعه بقى اختار الصفحات انت عايزها، جيبها بسنيبنج تول ده، هي نيبنج تول دي، اختار الايه؟ نيبنج تول، واختار الايه؟ الصفحه اللي انت عايزها، ودخلها في الريبورت بتاعك. تمام، الصفحه انت محتاجها وعايزه تزرق، ما تزوروش كله طبعا، الصفحه انت عايزها خدها نيمنج تول وسقطها فين؟ في النقطه الحسابيه بتاعتك. تمام كده؟ كده النهارده، شكرا.